متابعي قناة شاهد فيديو الفنانة بلقيس بتحتفل بليلة رأس السنة 2020 في أحضان زوجها. تابعوا معنا الفيديو ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بعيد زواجها الثالث الذي يقارب ليلة رأس السنة 2020 مع زوجها ومدير أعمالها سلطان عبد اللطيف. ومرة أخرى تقوم الفنانة بلقيس بالرقص في الشارع، كما شاركها زوجها إحدى الفيديوهات بأداء ملفت للنظر. حيث قامت الفنانة بلقيس بنشر الفيديو الحاضن لزوجها وعلقت على الفيديو وقالت: أكملنا عامنا الثالث، الله لا يغير علينا إلا للأحسن، الله لا يفرقنا، الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا إخوانا له، أحبك قدامنا الله. ظهرت الفنانة بلقيس وهي ترقد باتجاه زوجها الذي قام باحتضانها بهذه المناسبة. وتحتفل الفنانة بلقيس وزوجها سلطان عبد اللطيف بعيد زواجهم الثالث الذي يصادف يوم 29 ديسمبر كانون الأول الجديد. بلقيس هي من مواليد 20 أكتوبر سنة 88، وهي مغنية يمنية مستقرة في الإمارات وحاصلة على الجنسية الإماراتية، وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي. مطربة بلقيس تم عقد قرانها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزاز في أكتوبر سنة 2012، إلا أن ارتباطهم لم يدوم حيث فسخت الخطوبة في فبراير 2013. وفي مايو 2016 تم عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته. وفي صباح اليوم 12 مايو 2018 وضعت ابنها الأول تركي. حيث تعتبر الفنانة بلقيس فتحي من أشهر الفنانات في الخليج، وتتمتع بجماهيرية كبيرة من خلال الحفلات التي تحييها والأعمال التي تقيم بها. وقد تفاجأ الوسط الفني والإعلامي بخبر زواج بلقيس، فالفنانة الشابة أعلنت قبل فترة طويلة أنها تعيش قصة حب من دون أن تكشف تفاصيلها. وتم حفل زواجها على رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف في فندق خليفة في دبي، والذي وصف بالأسطوري والملكي. كمان حصلت بلقيس على موافقة من إدارة برج خليفة قبل حفل الزفاف بأسبوعين من أجل الموافقة على مد جسر مخصص تم تركيبه فوق الماء بالقرب من نافورة دبي الشهيرة. فستان زفاف بلقيس كان مرصع بالماس وتطلب العمل فيه 1500 ساعة.